유세프. السلام عليكم يا اخوتي. انا هذا النهار جيت نحكي لكم اول مره مشيت ننتخب وما نعرفش. انا كانوا عندي مع الافلام تاع الكوبوي. واحد النهار طلع واحد الحيط وتلاقيت شي تصاور ملصقين تاع ناس بالموستاج. انا قلت هادو لي غلطوا. اسولت واحد قلت له اخويا شكون هاد المساطج؟ قال اشو شاف فيهم وعاود شاف فيا وعاود شاف فيهم. اهرب انا شهرب انا ما نعرفش. واحد شويه جي استافيت هربوا دوك المساطج. قلت لهم علاش هربتوا؟ قالوا لي احنا اصحاب الانتخاب. اسولت واحد قلت له اخويا كي ندير باش نمشي ننتخب؟ قال لي التحق باقرب دائره. مشيت الرومبوا عييت ما نستنى حتى واحد ما جا. عاوده سولت واحد اخر قلت له اخويا كي ندير؟ قال لي شوف روح للحومه نتاعك فيما لقيت الغاشي بزاف وهز كارني ادخل. فعلا مشيت ولقيت ناس مازال فيهم واجب الحس الوطني. الناس مريضه يا صاحبي وجايه تنتخب. شي مهرس باليد شي فيه السكر شي طارح له لوطونسيو. واحد شويه يدخل واحد قالنا الدكتور ما تيجي. اغلاط تدخلت للسبيطر. المهم هي هذيك عاودك سولت اخر قال لي شوف شفت في ديك المدرسه اللي هي راه تما البيرو روح دخلت تما كتصوت. مشيت هزيت ديك الورقه ودخلت. الدخله اللي دخلت شوف انا على بالي في ديك الورقه نتلاقاو فيها التصاور تاع المترشحين. مي كي حليتها مابقيتش نشوف شي تصاور في شي شكل. قرد ذيب كروكوديل. اتحس راسك في الغابه. انا قلت مع راسي هادو تمسخو. او كاع اللي عنده شي عقده في حياته الا دارها تما. بقيت نشوفها اطاف واحد شنو داير. داير طونوبيل وكاتب تحتها افوند. واحد هو داير ببوشه. وصلنا بكري. هذا غير ينجح يتخبى باش يخرج خصك تغني له باش يخرج. ابو بوشه حل عويناتك. ولا ناكلك وليداتك. وجوج جوج المعيور فاس جوج بقاو يتعايروا لداخل في الورقه. ها واحد داير نص وفيه بيضه وكاتب كول ووكل. واحد يردها له قرطاسه داير اتاي وكاتب كاتب لتحت كل شيء دوك. يوسف اول كوميديان اللي كيعطينا اول سكيتش من خلال هذه السهره اللي كنعيشوا معنا معكم مشاهدينا بطبيعه الحال وهي اول نصف نهايه. جمهور شكون عجبو السكيتش؟ خبر الخير هذا. ولكن شوف كي قلتي لها انت انا ما نعرفش. انا ما نعرف. واخا تبغي تقلدو ما تخرج ليكش. لجنه التحكيم هي اللي كتعرف. لطيفه احرار بسم الله. انا اللي كيعجبني عند يوسف هو انه كيشتغل على النص ديالو بذكاء وكيحاول انه يسخر من اشياء اللي حنا كنعيشوها او اللي عايشناها ولا كنعيشوها يوميا. هذه يعني قيمه مضافه للسكتشات اللي كتشتغل عليها. انما في هذه السخريه ديالك انا اللي كيقلقني هو ان الجسد ديالك ما راسيش وايضا حتى في الصوت ديالك زربان زربان ما كتبلاصيش ما كتبلاصيش. ولكن شكرا شكرا للاشتغال الذكي على النص. شكرا. كان هذا رأي لطيفة أحرار. كيف قلت لك تفضل المكان ديالك. تبارك الله عليك يوسف.
وغادي نمشيو نكملو معكم مشاهدينا هاد السهره.